الصحبه لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، تكبرات شنة يتودات شوه واندموت شناتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى مسقنا يقبو مسلموش لا درقن جيتا. إن شاء الله زاريو يا صحابوش تاريخ يميا تنتنو يا مدينة يا أنصار وتشن هنيتا يهون على بعض الله فكاد. دم التوقعوا رسول صلى الله عليه وسلم كمكة ود مدينة هجرة سيوتو إزاي تقبلوا أتشو أنصار وتش يا مدينة هزبوتش أو سنة كزرج ميبالو بجنبارك دم التوقعوا جساوش نبرو النزي جساوش نبي صلى الله عليه وسلم لك مدينة عند الرسولنا إسلامنا سياس فافو ويدقمو النسو دا إسلام تقبلوا رسول صلى الله عليه وسلم بمحكلاتشو مواددن عنده دمو مفاكرن أدرق رسول صلى الله عليه وسلم عنده الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى سأقع تواددو درو ستالو ينبروت درو يتلاي ينقر لا ينبروت سووش اسلمنا عند أدرقاتشو واندما ما شوش هونو مالتنو بتام تواددو. طبعا عندزي وديتا سيمتا ويدقمو مسلموش عنده هونو بقارا عند الناس فاترو يا الله سبحانه وتعالى تلاتوش من جزي ما يتنيو إنام يهوداوش مدينة وسط اندالونا اندام ينورو يتاريخ مورانوش إذا قبالو بدرو زمن مدينة وسط يهوداوش اندالو ببوزو تاريخ مورانوش يتاكسال إنام إزاي نبروت يهوداوش إهين نقر موادادات شون عندناتات شون على وددو الله شون إنام هوليم ياو اندام يتوقعو النسو دروم أهونم لو دفيتم إسلام سيادك مسلموك عند سيهونو سيواددو وستاة شو سلام آياغن يوم إنام من دن نادر رغوت يتلايو سلطن ناقج يتلايو سيستامي فترة اللوهو القزي مالتنو سووك اندي قاچو مسلموك اندي داكمو مالتنو بزي أنا تونيتا يالو عند يهودي بطام بهدمي يقفاسو حتى عينو راسو يتفا يهوني عند يهودي شاس بن قيس ميبال عند يهودي نبره يه يهودي ونيتاچون سيملكت يا مسلموچون عندنت مواردچون سيملكت وسطو سلام علاغنم اسو بتام مسلموچون يطلال نديتو طلاچاو بتام دار يدرسه نو انديو دغمو صحابوچون بتام يطلا نبره مالت نو كاوسنا خزرج عند مهوناچو دمو يبلط دغمو وسطون ياقاتلوال من ادرگه سيستم أدرقنا أنزي سووچون ماقاجة تهالبين أنزي هو موادد أنزي هو إسلمنا نيزو كف مالت إسكما چهز رس إنيان ديتنو سلام من ناقنيو بسلام من نورو إيالة يعني يوستون تلاچا بسيستم إيه نقر سلام ما دفرسي فلقال مالتنو إنام من أدرق عند شباب ويدقمو عند وطاعت كا يهوداوش يمرتنا إيهنن شباب من إلوال هيدنا كأوسنا خزرج محاكل كوش بالي إلاج إلوال هيدنا النسو بتسوى سوبت بوتا لك وشبل كذا بوهالا وري انسال لاتشو ويدمو قونا قدا انسال لاتشو السوم يوم بعاث ميبال كان على كذي وفيت اوسنا خزرج يتقاتشو بتنا وزو دم يتفاسس بت طورنا تتكاهيد بت كان مالتنا انا يعنن كان استاوسات شو يلوال ينن وطات مالتنا ايه وطات يهودي وطات لك السون دلاكو هيدنا بمحكلاتشو قچالنا انسو وري سيچاوتو بتام بزو نغر سيقلالدو بزو موداداتچون سياي بمحكل ين قال ينن نغر طال ادرگه معناتو بمحكل كذا بوحالا لك اسو سياستاوساچو ماورات جمرو اوسنا خزرج معناتو نگگر بر تکفته
እናም ከዛ በኋላ ተፋخروا ይሄኛው የራሱን ኩራት የጎሳውን ወደ ዘረኝነት መመለስ ጀመረ አውስም የራሱን ጎሳ እንትን ማለት ጀመረ መፎከር ጀመሩ እነዚህም ኸዝረጅም እንዲሁ መፎከር ጀመሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረውን ታሪኮች ማስተዋስ ጀመሩ ማስተንተን ጀመሩ በተለይ ሁለት ወጣቶች ይባላሉ كأوس بني حارث هم يبال ابن الحارث كخزرج من اندزيه جبار ابن الصخر يبارو حسابون اندوم بتام موقع درقوتنا لما تعالات تنسو يدرون تاريك استوسو مالتنا سبحان الله شيطان تجاوت باتشو شيطان بمحاكلاتشو قبا النام بمحاكلاتشو تجر تفتر مالتنا مسرادب جمرو አንዱ አንዱ ላይ ድምጹን ከፍ ማድረግ ጀመረ አንዱ 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 ላይ በጎሳው መኮራራት ጀመረ አንዱ አንዱ ላይ ኮፈሳል የተለያዩ ንግግሮችን መናገር ቃላት ልውውጥ ጀመሩ ማለት ነው እና ሐታ ይላሉ ከዛ በኋላ ቀጠሮ እስኪይዙ ድረስ እንሽይቱም نعيدو الحرب من جديد አሉ ከፈለጋችሁ ጦርነቱን እንደ አዲስ እንጀምራለን ድሮ የነበረውን የተረሳውን የቀረውን ነገር ማለት ነው እንደ አዲስ እንጀምራለን እናመጣዋለን አሉ ከዛ ምን አሉ موعدنا الظاهرة ظاهرة يتبالو بوتالي الحرة إذا بوتالي إن سبا سبا لنا إذا نو قطروات جنالو درو ينبرون يترساون نقر إن دادس إرس برس تورنتن آهون من دادس لما كفتت قد عطرو مالتنا إيه سيب الورم يبالون كذا السلاح السلاح مالت جمرو يطور يطور سيف سيف مالت جمرو طور كذا بوهلا ሸይጣንም ሞቀደረ ገባቸው መሐከላቸው ያለውን ጦርነት ድሮ የነበረውን ወዳድነታቸውን ወንድማማችነታቸውን ረሱ ማለት ነው እንደሚታወቀው አንሳሮች በጀግንነት ይታወቃሉ ሐታ ጂሃድ ላይ ሲወጡ በጣም ከባድ ናቸው በጣም ጀግኖች ናቸው ማለት ነው በራምኒ ማሊክም ብንወስድ ለምሳሌ ሌሎችንም ሰሃቦች እና አቡ ዱጃና ሌሎችንም ሰሃቦች ብንወስድ ጦርነት ላይ ያላቸው ጀግንነት ወደፊት ካሉ እንደው አይመለሱም ወይ ነፍሳቸውን ያጣሉ ወይ ሰው ይገርላሉ ማለት ነው እንደውም አንዳንዶቹ ሰሃቦች ምን ይላሉ ከአንሳሮች እና አቡ ዱጃናን መሪ አታድርጓቸው አሚር አታድርጉ ማለት ከጀግንነታቸው በጣም ጥግ ስለደረሰ ማለት ነው እና ራሱንም አጥፍቶ ሰዎችንም ይጎዳል ሰው ሙስሊሞችንም አደጋ ላይ ያደርሳል ይውጥላል የሚል አይነት ሁኔታም ነበር ማለት ነው እና ይህ ነገር በዚህ አይነት መልኩ ይያሉ ቀጠሮ ታይዞ ሁሉም በየቦታው አስላህ አስላህ ያለ የጦር እቃዎቹን ሰብስቦ ያዘጋጁ ባለበት ሰዓት ላይ ይህ ዜና ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሰ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙ ከዛ በኋላም ተነገራቸው ያሉበትን ሁኔታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቁ ማለት ነው ሐታ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ደንግጠው ሪዳአቸውን የሚለብሱትን ፎጣ እንኳን ጥለው በችኮላ ማለት ነው በሩጫ እነዚህ ሰዎች ጋር ለመድረስ ተራራጡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ጦርነቱ ሊጀመር ነው ህዝቡ በቃ ተፋፍሟል በጣም ምላስ ሌላ ነገር ነው በቃ ማለት ያኛውም ስለጎሳው ያወራል ይሄኛውም ስለጎሳው ያወራል ያኛውም ያለ አውሳለ ያኛውም ያለ ኸዝረጅ አለ በቃ ጎሳቸውን መጣራት ጀመሩ ይሄ ነው በጣም ከባዱ ነገር ማለት ነው ያለ አንሳር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእስላማዊ ስም በእስላማዊ ስያሜ ሰየመዋቸው ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ ሙስሊሚን እናንተ ሙስሊሞች ሆይ እናንተ ሙስሊሞች ስብስብ ሆይ ጀማዓው ሆይ እያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ በእስላም ስም ነው የጠሯቸው የጎሳን ስም ትቶ ማለት ነው አላህ አላህ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله الله يا رسول الله 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 الرسول صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم بدرو طري تطرالاچو اندي بمحاكلاچو ويدمو بدرو بدرو يالفون جاهليه زمن است يالفون نجر اهون اند اديس تامطالاچو اندي اني بمحاكلاچو يالو قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان هداكم الله للاسلام الله سبحانه وتعالى ودا اسلام كمراچو بوحالا اسلمنان قتنيا هونن منجد بتام يتوددچو بتن منجد اسلمنان الله سبحانه وتعالى كسطاچو بوحالا بدرو بتكسته بجاهليه زمن
بچلما زمن يتكستون نجر اهون اند اديس تطرا لاچو اندي بلوا له رسول صلى الله عليه وسلم والف بينكم وانقذكم من الكفر بما حكلاچو وديتان يفطر الله سبحانه وتعالى فكرن ياسقمته ان انت اني بما حكلاچو يالو انديو دغمو ككفر الله سبحانه وتعالى ياوطاچو ود الاسلام ياوطاچو واكرمكم بعد ان هداكم للاسلام الله سبحانه وتعالى كبر سطاچو اكبراچو ود اسلمنا الله سبحانه وتعالى قتنياو منجد مراچو ايهي ياله الجاهليان غداي الله سبحانه وتعالى يقرطلاچو هونو ساله يالفهون غداي معناتنو والف بين قلوبكم وما اكلاچو وديتان كفطره بهالا انديت بدرو عينت بدرو طري تطارالاچو يميل الرسول صلى الله عليه وسلم نغغر سيارغو كذا بهالا دنغطو فعرفوا فعرف القوم سوچ حزبوچ اوقو اوسنا خزرج اوقو ايه نغر كشيطان اندهوننا يتنساهم كيد دغمو وي دغمو ايه تنكل كطلاتوچاچو اندهونه اندتكسكسه اهون غباچو ان تردو كذا بهالا فبكوا وعانق الرجال من الاوس والخزرج بعدهم بعضا كاوسنا خزرج ارس برساچو متقاقف جمرو ثم انصرف مع رسول ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين كذابوا هلاك رسول صلى الله عليه وسلم قال يا نبي صلى الله عليه وسلم تري ايش بلو تقبلوا كذابوا هلا هيدوا معناتنا بزي انا تملكو يا ينبروا يا يهوداوي سيرا وي دغمو تنكل بزي انا تملكو كشف معناتنا ايه نو انجدي رسول صلى الله عليه وسلم لا امه رحمه تبرو الله سبحانه وتعالى يلاكاتهم معناتنا يهوداوچ دروم አልተቀመጡ አሁንም ደግሞ እየተቀመጡ አይደለም አዎ ያኔ የነበሩት አያቶቻቸው ቅድመ አያቶቻቸው ነበሩ አሁንም ይሁን ልጆቻቸው ቅራሪዎቻቸው አሁንም አሉ አሁንም ሙስሊሞቹን በአለም ላይ ያሉትን ሙስሊሞች በማጋጨት በማጣላት ብዙ አይነት ሲስተም በማውጣት ብዙ ችግሮችን ይፈጥራሉ ሙስሊሞች ሲዋደዱ አንድ ሲሆኑ ሲደራጁ ወደ ላይ ሲያድጉ ውስጣቸው ሰላም አያገኝም አዎ ዛሬም እንደዚሁ እየቀጠሩን ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱን ሸር ከነሱ ሸር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራም በሌሎች ሰሃባይ ታሪኮች እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ هذا والى لقاء اخر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جيل الصحابه لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال